بسم الله الرحمن الرحيم. بل البرزخ حقيقة لا خرافة، هو رد على كتاب الأستاذ مهدي السباع بعنوان هل البرزخ حقيقة أم خرافة؟ نناقش أدلة الأستاذ ثم نثبت من خلال الآيات والروايات بأن البرزخ حقيقة ثابتة وضرورة من ضروريات الدين. بل البرزخ حقيقة لا خرافة، مع السيد ميثم المحافظة، الليلة في مأتم المارخ.